انتخابات برلمانية في إقليم كردستان العراق بعد عام من الاستفتاء على الانفصال، كما تأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها الإقليم وعلاقة متوترة وضبابية مع الحكومة العراقية المركزية في بغداد، فضلا عن خلافات بين الأحزاب الكردية نفسها حول مرشح منصب رئيس الجمهورية. أما الاستحقاق الانتخابي فيبدو أن بدايته متعثرة، فقد أعلن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أنه لن يعترف بنتائج الانتخابات البرلمانية. في الذكرى الأولى لاستفتاء الاستقلال، أكراد العراق يتوافدون إلى مراكز الاقتراع لاختيار ممثليهم في برلمان إقليم كردستان. أكثر من 3 ملايين ناخب لهم الحق في اختيار ممثليهم في برلمان كردستان، تراهن أحزاب السلطة على استعادة تأييد الناخبين لها لتتمكن آنذاك من إصدار تشريعات تعتقد إنها ستوقف وتيرة التدهور الاقتصادي في الإقليم. تداعيات فشل استفتاء الاستقلال وفقدان بعض مكتسبات الإقليم من العراق الجديد تركت بصمتها في الحملات الانتخابية للأحزاب المتنافسة. أنا أعتقد أن هناك لا زال اتفاقية استراتيجية بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، ولا زال ساري المفعول هذه الاتفاقية. أعتقد أنه غالبية هذه التصريحات هي لغرض التسويق المحلي، لغرض التأثير على أصوات الناخبين وجذب أكبر عدد من الناخبين. المعارضة الكردية لا زالت تنظر بعين الريبة إلى عمليات الاقتراع في الإقليم كلها، والسبب نفوذ الديمقراطي والاتحاد في المؤسسات الأمنية والاقتصادية كافة. هناك صراع بين الحزبين، ولكن بما أن المصالح المادية تجمعهما فأنا أظن أنهما يعني الحزبان موافقان في إجراء التزويرات والفروقات كل في منطقته، أي المنطقة التي يسيطر عليها عسكريا. مفوضية الانتخابات في الإقليم أعطت لنفسها 3 أيام لإعلان نتائج الانتخابات في محاولة منها لزيادة المصداقية في العملية الانتخابية التي تهدف إلى انتخاب حكومة وبرلمان يكونان قادرين على تجاوز آثار القرارات السياسية السابقة وتداعياتها. حازم الشرع، التلفزيون العربي، أربيل. معنا من دهوك عبد السلام برواري، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ومن أربيل هيوا محمود عثمان، الكاتب الصحفي. سيد عثمان، كيف يمكن تقييم سير العملية الانتخابية وقد أغلقت صناديق الاقتراع؟ تحية لك ولمشاهديك ولضيفك الكريم الأستاذ عبد السلام. طبعا عملية أعتقد جرت بسلاسة اليوم، لم تكن هناك مفاجآت كبيرة. تم بعض الحديث عن خروقات ولكن لم تسجل بشكل واضح أو لم توثق بشكل واضح. يتم الحديث عادة من قبل بعض الأحزاب بعيدة إغلاق الصناديق عن خروقات. عملية التصويت جرت بشكل يدوي. العد والفرز يتم حاليا في المراكز أيضا بشكل يدوي. ويعني إلى حد كبير معظم المراكز كان فيها مراقبين جميع الكيانات السياسية، ولهذا يعني يعتقد بأن العملية ستكون قريبة جدا. إذا كيف نفهم سيد عثمان ما قاله المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني الكردستاني سعيد بيرة، الذي قال إن الاتحاد سيرفض نتائج الانتخابات وأن هناك تزويرا كبيرا؟
طبعا أنا تابعت إعلام الاتحاد الوطني الكردستاني، أعتقد أن التصريح أخرج من سياقه. قبل حوالي ساعة شاهدت في الإعلام الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني سحب هذا يعني مسحوا هذا التصريح من موقعهم. والسيد قباط طالباني في نفس الوقت يعني بعيد تصريح السيد أحمد بيرة، قال واللي هو رئيس قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني، قال بأنه من السابق لأوانه الحديث عن خروقات وعن قبول أو عدم قبول. وربما هذا يؤشر سيد عثمان إلى انقسامات داخل الاتحاد الوطني الكردستاني نفسه، وهذا أمر لافت. سيد برواري في دهوك، يقال إن قوائمكم متقدمة في عموم المناطق، وهذا ما يدفع أحزاب المعارضة إذا صح التعبير للحديث فعلا عن تزوير تقوده أحزاب السلطة أو حزب السلطة الرئيسي. تحية لك، تحية للأخ هو. في الحقيقة ليس صحيحا أن قائمة حزب الديمقراطي الكردستاني متقدمة في كافة المناطق. أنا باختصاصي الأكاديمي كعالم اجتماع سياسي لي وجهة نظر، وهي أن الناخب الكردستاني حاله كحال ناخبي المجتمعات الشبيهة بمجتمعنا. قد قرر مسبقا أن يصوت لمن، وكل هذه الضجة وهذا الهدر في الأموال بتصوري هو لا يترك أثرا أكثر من 10% في منطقة السليمانية وكركوك، يعني المناطق الملحقة بالأقليم في قرميان نسميها. الحزب الديمقراطي الكردستاني ربما سيحصل على بين 10 إلى 15% من الأصوات، وهذا معقل تاريخي للاتحاد الوطني. هناك توزعت الأصوات حركة التغيير بين المجموعات الصغيرة التي نشأت في السليمانية والمبنية أساسا على الرفض لا على الاتيان ببرنامج جديد في هربيل وفي دهوك، مع انخفاض نسبة المشاركة النسبية هذه المرة مقارنة بالمرات الأخرى. الحزب الديمقراطي الكردستاني متقدم، وهذا ليس شيئا جديدا. اولا لكن يبدو، عفوا لكن برواري، يعني ليس جديدا لكن يبدو لافتا. أرجع. لا لو سمحت لي، يعني ليس جديدا صحيح لكن لافتا، خصوصا بعد عام من الاستفتاء الفاشل في النهايه والذي عاد بالويلات على اقليم كردستان. مع ذلك يصوت مواطنو كردستان العراق للحزب الذي ادى الى الفشل في النهايه. تسمح لي أتكلم، لأن أنتم أعتقد تستضيفوني حتى تسمعوني مو أسمع لكم. نعم، لكن هذا حوار، أسأل سؤال وجواب، تفضل. أوكي، طبعا الاستفتاء لم يفشل. كلمة فشل الاستفتاء هذا يحلو للبعض أن يصوره، وهي نظرة غير واقعية. علميا الاستفتاء ينجح إذا شارك به نسبة أكثر من 50%. علميا الاستفتاء ينجح إذا كان المصوتون بنعم أكثر من 50%. الاستفتاء نجح 100% لأن 92% من الناس صوتوا لذلك. كل ما جرى بعد الاستفتاء يثبت بأننا كنا محقين أن نتوجه للاستفتاء، لأنه حتى لو لم يجري الاستفتاء لكانت حكومة بغداد. ألم يتكبد أقليم كردستان العراق خسائر فادحة بسبب الاستفتاء سيد برواري؟ ألم تنتزع منكم الحكومة الاتحادية كل الأراضي؟ ألم تنتزع كركوك؟ كل هذا تسميه نجاح؟ النجاح الاستفتاء شيء، وما جرى بعده شيء آخر. طيب. حبيبي، أنا إنسان أوزن الأشياء بما الاستفتاء نجح. لا يمكن لأحد أن يقول فشل بدليل أن 92% قالوا نعم. والسياسة التي أدت إلى إجراء الاستفتاء نجحت لأنها كانت محقة عندما كانت تعتقد بأن الشعب كردستان معظمه غير راضي عن السياسات التي يقوم بها. نعم سيد برواري، الفكرة واضحة تماما، مع أن الأمور يعني تقاس بخواتيمها. سيد هيوا محمود عثمان، هل يمكن الحديث الآن عن انفصام التحالف الذي ضم الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق منذ عام 91 وما تلاه؟ هل نتحدث الآن عن حكومة مختلفة، عن واقع مشهد سياسي مختلف، خصوصا بالنظر إلى الخلاف بشأن مرشح الانتخابات الرئاسية، رئاسة الجمهورية في العراق؟ أعتقد بأن قضية رئيس الجمهورية ستكون القضية الحد الفاصل أو اختبار مهم للتحالف بين الحزبين. بعد غياب السيد طالباني من المشهد السياسي
بسبب مرضه وبعد ذلك بسبب وفاته. العلاقة بين الحزبين كانت متوترة في الكثير من المفاصل. كانوا موحدين في قضية الاستفتاء ما عدا بعض من أعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني الذين قاموا بالذهاب باتجاه آخر في قضية كركوك وما إلى ذلك، طبعا لهم تبريراتهم لذلك، ولكن اليوم نرى بأن التحالف أو الاتفاق الاستراتيجي الذي كان موجود بين الحزبين عمليا غير متواجد اليوم. سنرى يوم غد أو بعد غد بعد عملية التصويت على رئيس الجمهورية هل سيكون للحزبين مرشح واحد أم مرشحين مختلفين يذهبان إلى بغداد إلى برلمان بغداد ويصوت عليهما برلمان بغداد. هذا سيكون أعتقد اختبار مهم للتحالف بين الحزبين الكرديين. بالنسبة لقضية تشكيل الحكومة في إقليم كردستان، أنا برأيي بأن كردستان اليوم عمليا مقسمة إلى منطقتين، المنطقة الخضراء والمنطقة الصفراء. في المنطقة الصفراء يقوم الاتحاد الوطني في الحزب الديمقراطي الكردستاني بإدارة هذه المنطقة، وفي المنطقة الخضراء الاتحاد الوطني الكردستاني. الأحزاب الأخرى هي معارضة ولا يوجد لها ذلك الجهاز الإداري أو هذا النفوذ في تلك المناطق، النفوذ العسكري، النفوذ الأمني، الاقتصادي وما إلى ذلك. ففي نهاية الأمر عندما يذهب الحزبان إلى تشكيل حكومة وعندما يتم الحديث عن تشكيل حكومة في إقليم كردستان ستكون هناك اتفاقات بين الحزبين، وبالنظر إلى بعض النتائج الأولية التي وردت للتو من المفوضية، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني يعتقد أرقامه أعلى بقليل من المرة الماضية، والحزب الديمقراطي طبعا هذه نتائج أولية جدا. ننتظر النتائج النهائية سيد عثمان. أخيرا سؤال سيد برواري في دهوك. نعم لهذا يعني أعتقد أن الطرفان سيحتاجان إلى بعضهما بعضا. سيد برواري في دهوك، هل ستقدمون حاجة إلى اتفاق؟ هل ستقدمون مرشحا واحدا لرئاسة الجمهورية العراقية؟ لا، الاتحاد الوطني فوت هذه الفرصة على الكردستانيين. كان الحزبان في على مستوى المكتبين السياسيين في تفاوض بعد أن اتفق على برنامج مشترك للذهاب فيما يخص تشكيل الحكومة والبرنامج الحكومي. في هذه اللحظة عندما آخر اجتماع قال الوفد المفاوض أنه سيذهب للتشاور في مكتبهم السياسي للحصول على الرد حول مقترحنا بأن ننزل بمرشح مشترك، لكنهم فاجأونا من طرف واحد بفرض الدكتور برهم صالح وعرضه وكأنه هو مرشح الكرد. لذلك بادر الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى طرح مرشحه. الرئيس البرزاني دعا الكتل الكردستانية والأحزاب إلى أن مناقشة إمكانية أن يتم الاتفاق على مرشح واحد من قبل التصويت له في بغداد من قبل مندوبي كردستان من أعضاء مجلس النواب، وهو ما حدث قبل 4 سنوات عندما فشل الاتحاد الوطني في الاتفاق على مرشح واحد وتم التصويت من قبل النواب على 3. نحن أمامنا يومين، السيدة هيرو إبراهيم لنقول الرجل القوي في الاتحاد الوطني أيدت هذا المقترح، برهم صالح رفضه بعد زيارته للرئيس برزاني يوم الجمعة. العقل يطلب ذلك، ولكن نعم شكرا لك. أنا أريد أن أقول هذه ممارسة ديمقراطية. أنا مع أكثرية، يعني يجب أن يتنافس ناس على التصويت، لا خلاف في ذلك ولا مشكلة في ذلك. شكرا جزيلا السيد عبد السلام برواري القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني في دهوك، كما أشكر من أربيل هيوا محمد عثمان الكاتب الصحفي.